بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، لازلنا نتواصل معاكم ونحن دائما نتواصل مع كل انطلاقات هذا الميدان الجميل. هذا الميدان ميدان الطي المرحب حقيقة لهذه الأسامي، لهذه الشعارات الجميلة والمميزة، ونحن دائما نذهب إلى المركز الأول لنتعرف على صاحب المركز الأول وصاحبة المركز الأول مع شوطنا الثالث اللي خصص لي الأبكار. نتمنى التوفيق. المركز الأول حتى رابع المراكز لهجنة الشبة الشواهين الحاملة هذا الشعار. هناك سالم بن سعيد في عملية تضمير النقل على المركز الخامس اللي بدورها منه خذت ثالث المراكز لحميد بن أحمد بن حارب المهيري، بينما اللي في المركز السادس هناك من الجانب الثاني شواهين للسيد عبد الله بن سعيد بن أحمد بن رفيعة، بينما اللي في المركز السابع شوق، ويا شوق هزني هوا الشوق هزيز غصن انتهى الأوراق لأحمد بن عبد الله بن محمد بن هلي، بينما اللي في المركز الثامن الشاهينية من هجن ندي الشبه سالم بن سعيد، بينما تاسع المراكز هناك سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم مع أحد المضمرين خرب مضرب العلوان. تاسع المراكز من تأتي اللي هي وصفة لمحمد بن خليفة من حيد المهيري، وفي المركز العاشر هناك الشاهينية، عاشر المراكز أيها الإخوة ولا سالكة لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم خلف بن مضر بن علوان. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة، للعشرة المراكز في ندائنا الأول. ما شاء الله تبارك الرحمن، على هذا الأداء الجميل اللي تقدمه جنة الدشبة هنا مع هذا الموسم الجميل 2016-2017، ونحن نودع هذا العام إن شاء الله وداع خير، ونستقبل العام الجديد بخنزير إن شاء الله أيضا بعام جديد وخير مباركة على جميع المسلمين. الله يا الشاهينية، ما شاء الله يا الشاهينية، بروتوكول أداء جميل، شكل مميز، عرض أجمل ما شاء الله حتى هذه اللحظة مع هجن الدجبة أول وثاني المراكز. سالم بن سعيد في عملية التضمير نقلتنا على منوه والكل يتمنى والأمنيات كثيرة لحميد بن أحمد بن حارب المهيري، بينما اللي في المركز الثالث شاهينية من هجن الدجبة سالم بن سعيد، المركز الرابع شوق لأحمد بن عبد الله بن محمد بن هلي، خامس المراكز هناك من الجانب الثاني انجاز لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وهناك احمد بن عبد الله بن هلي، ولكن بن مانع وصل بن مانع ما شاء الله المتحرك هنا مع اشواق سالم بن مانع الغويص السويدي اللي بدأ يحرك قواته، اللي بدأ يرسلها نرسال حكيم مميز للغاية على صدارة الشوط وعلى المركز الأول. يا سلام يا أشواق، يا سلام يا أشواق، يشتاق لك الناموس يا أشواق مع هذا الشعار النجومي، مع هذا الشعار اللامع، يا سلام يا الغويص الله. بينما المركز الثاني الشاهينية، ثالث المركز الشاهينية من هجن الدشوة سالم بن سعيد، وصلت شوق رابعا احمد بن عبد الله بن محمد بن هلي، المركز الخامس انجاز لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم احمد بن عبد الله بن محمد بن هلي. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه، ال 400 متر الاخيره، اللي يفصلنا عن خط النهايه. اشواق وقلت لكم عند الكيلو يشتاق لك النام، يشتاق لك الناموس يا شواق، ولكن دير بالك يا الغويص، دير بالك يا بن مانع، وصلت الشاهينية، اللي بدأت تغير وتحمل النقطة الثانية حتى هذه اللحظة المملوكة لسيدي سمو الشيخ. الله
الله الله الله ما شاء الله، تهانينا لهج النديش وشكرا سالم بسعيد. المركز الثاني سالم بن مانع الغويص مع اشواق. المركز الثالث حذره هنا محمد بن خميس بن بدر. المركز الرابع لاحمد بن عبد الله بن محمد بن هلي. وفي المركز الخامس لسيدي سمو الشيخ حمدان محمد بن راشد مكتوم مع هج النديش. التوقيت الزمني بنقول 4:39. تهانينا لهج النديش، تهانينا لسالم بن سعيد على هذا الاداء الجميل.